مش سامعين براحتك. جاء العريس بتاعنا، يعني نريد ان ندعو له، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. نسأل الله عز وجل ان يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله زواج مبارك ان شاء الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان القمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان. والسماء ووضع الميزان ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعنا للأنام فيها فاكهة وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يا سلام. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها فيها فاكلة. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة إن شاء الله ويجعلها لله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. لا بقى كده حلو قوي كده حلو قوي كده حلو كده معلش معلش لا حول ولا قوة إلا بالله معلش الله يبارك فيكم بس الله يكرم نعم.